السلام عليكم، كيف حالكم؟ سير جيمز من فيديو جديد من سلسلة تاريخ اللاعبين في الالتيميت تيم. وعندنا بهي الحلقة اللاعب اللي كتير ناس طلبته مني اللي هو انطوان جريزمان. فطبعا جات تعليقات كتير من الفيديو السابق عن تاريخ رونالدينيو، فناس كتبت لي روبرتو كارلوس والى اخره يعني من اللاعبين. فهدول اللاعبين طبعا مو موجود يعني لهم بطاقات في الالتيميت تيم، لانه اساسا يعني معتزلين قبل لعبة فيفا 10، يعني قبل نزول الالتيميت تيم. فيعني اللي راح يكتب لاعب فخليه يكتب لاعب يعني موجود تقريبا او معتزل من فترة قصيرة، ممكن يعني نجيب تاريخه. فعندك رابط السلسلة تحت الديسكريبشن، اتأكد انه اللاعب اللي راح تكتب اسمه مو موجود فيها. فيلا خلينا نبدأ على طول من فيفا 12. اول بطاقة نزلت له كان في لعبة فيفا 12 مثل ما انتم شايفين، فعنده الريتنج فيها 76، عنده اعلى طاقة للدريبلينج 83، عنده السرعة 80، الباصات 71، والشوط 68. فيعني كأول بطاقة في الألتيميتين تعتبر بطاقة كويسة جدا. نزل له بطاقة انفورمر ريتنج فيها 80، عنده أعلى طاقة فيها للدريبلينج 88، والسرعة 85، الشوط والباصات 2 75. نزلت له السكند انفورم ريتنج فيها 84، الصراحة بطاقة أسطورية جدا يعني بالنسبة كمقارنة يعني بالبطاقة اللي قبلها أو بالبطاقة العادية. فعنده السرعة 86، الدريبلينج 89، أعلى طاقة طبعا عنده الشوط 84، والباصات 83، يعني ارتفع 9 في الشوط عن النسخة اللي قبلها بس مو عن النسخة العادية، والباصات ارتفعت 8 عن النسخة اللي قبلها ايضا. فصراحة بطاقات جدا ممتازة في لعبة فيفا 12. ننتقل على فيفا 13، وعندنا بطاقته العادية الريتنج فيها 77، فعن على الاقل اللي هي الدريبلينج 83، الدريبل يعتبر جدا كويس، وعنده السرعة 80، وعنده الباصات 70، والشوط 68. نزلت له نسخة انفورم واحدة بس يعني كبطاقة غير النسخة العادية، وما نزلت له أي نسخ تانية. فعن الريتنج 79، عنده أعلى طاقة اللي هي الدريبلينج 86، عنده السرعة 81، الباصات 73، والشوط 72. فيعني بطاقة تعتبر كويسة نوعا ما. فهذا يعني بالنسبة لبطاقته في لعبة فيفا 13. ننتقل على فيفا 14، وعندنا بطاقته العادية الريتنج فيها 80، فعن أعلى طاقة اللي هي الدريبلينج 84، وعن السرعة 81، عن الباصات 77، والشوط 72. يعني الصراحة كبطاقة عادية تعتبر بطاقة كويسة جدا. فنزلت بطاقة ابجريد الريتنج فيها 82، او يعني بطاقة مطورة. المهم فكانت يعني لونها ذهبي يلمع. فعن اعلى طاقة اللي هي السرعة 85، الدريبلينج 84، وعن الباصات 77، والشوط 76. وطبعا نزلت نسخة الانتقالات لما انتقل لنادي اتلتيكو، ما تختلف اي شيء عن يعني البطاقة العادية او يعني بطاقة ريال سوسيداد. فنزلت نسخة انفورم الريتنج فيها 83، فيعني عنا على الاقل هي السرعة 86، الدريبلينج 86، الشوط 79، الباصات 78. نزل له سكند انفورمر ريتنج فيه 84، فالصراحة بطاقة جدا ممتازة. فعنده على الاقل الدريبلينج 88، السرعة 87، الشوط 83، والباصات 79. فيعني بطاقة تعتبر جدا كويسة الصراحة. فنزل له نسخة تيم اوف سيزون، يعني نسخة يعني لا يعلى عليها الصراحة، يعني بطاقة جدا ممتازة فيها كل المتطلبات اللي ممكن تحتاجها. فعنا الدربلينج 91، دربل جدا ممتاز، والسرعة 90 ايضا سرعة جدا ممتازة، وعنا الشوط 89، شوط كويس جدا، وعنا الباصات 84، باصات كويسة جدا ايضا. فيعني بطاقة تعتبر جدا ممتازة بالنسبة لجريزمان، يعني قدم مستوى خرافي يعني في هذا الموسم، في يعني في لعبة فيفا 14، او يعني في موسم 2014 2015 او 2013 2014. فالمهم يعني بطاقة جدا خرافية لو في فيفا 14. فننتقل على فيفا 15، وعندنا البطاقة العادية مثل ما انتم شايفين الريتنج فيها 82، مركز ال دبليو. فعندنا على الاقل اللي هي السرعة 85، والدربلينج 83، عندنا الشوط 77، والباصات 76. فصراحة بطاقة تعتبر جدا ممتازة بالنسبة لجريزمان كبطاقة عادية، ونزلت نسخة ابجريد. فيعني بطاقة ايضا ارتفع فيها في الطاقات، فعندنا السرعة ارتفعت 1 ل 86، وعندنا الدربلينج ارتفع 1 ل 80، والشوط ارتفع 3 لل 80 ايضا، طبعا الدربل ارتفع ل 84. فالمهم يعني بطاقة ابجريد تعتبر جدا كويسة. نزلت نسخة انفورم ريتنج فيها 84، فعندنا على الاقل اللي هي السرعة 87، الدربل 86، والشوط 85، الباصات 78، والفيزيكال 70. فالبطاقة طبعا اللي يميزها عن البطاقة العادية انه مركز اس تي، فيعتبر شيء جدا خرافي، يعني طاقات تعتبر جدا ممتازة بالنسبة للاعب اس تي. فنزل نسخة سكند انفورم ريتنج فيها 85، فعندنا على الاقل اللي هي السرعة 88، او عفوا الشوط 89، السرعة 88، عندنا الدربلينج 88، والباصات 79. بطاقة جدا ممتازة الصراحة. نزل له نسخة يعني انفورم ثالث انفورم، فالريتنج فيها 86، عنده على طاقة الشوط 91، الدربلينج 89، السرعة 89، والباصات 80، فيزيكال 74. ونزلت نسخة تيم اوف ذا سيزون، نسخة خرافية جدا، نسخة اسطورية الصراحة، يعني نسخة لا يعلى عليها ابدا. فعن الريتنج فيها 91،
عنده السرعة 95 والشوط أيضا 95 والدريبلينج أيضا 95، يعني الصراحة بطاقة خرافية، يعني السرعة تعتبر رهيبة والشوط ممتاز، وعنده الدريبل أسطوري، وعنده الباصات 85 باصات جدا كويسة يعني، يعني والفيزيكال اتمان في فيزيكال يعتبر ايضا جدا ممتاز يعني او جدا كويس، فصراحة بطاقات جدا ممتازة له في لعبة فيفا 15. ننتقل على فيفا 16، ومثل ما انت شايفين قسمنا يعني فيفا 16 لجزئين، او يعني فالمهم يعني قسمنا الصورة لجزئين، فعندنا الجزء الاول عن اعلى طاقة يعني البطاقة العادية عن الريتنج فيها 83، فعندنا اعلى طاقة السرعة 85، الدريبلينج 84، الشوط 81، والباصات 77. نزلت له نسخة ابجريد، او يعني نسخة ابجريد مركزها اس تي، فالمهم عن اعلى طاقة اللي هي السرعة 86، الدريبلينج 85، الشوط 83، والباصات 78. ونزلت له نسخة اللي هي يعني تبع المنتخب اللي يلعب مع المنتخب جناح يمين او ار دبليو، ما تختلف شيء عن بطاقة الابجريد يعني او البطاقة العادية. ونزلت نسخة انفورم ريتنج فيها 85، فعن اعلى طاقة السرعة 87، الدريبلينج 87، الشوط 87، والباصات 81، فبطاقة تعتبر جدا كويسة الصراحة. نزل له بطاقة سكند انفورم الريتنج فيها 86، فعن اعلى طاقة الدريبلينج 89، او الشوط 89، السرعة 88، والباصات 83، الفيزيكال 72. فنزلت بطاقة انفورم ثالثة الريتنج فيها 87، بطاقة خرافية جدا الصراحة اللي جربها يعني، فعنا الشوط 90، الدريبلينج 90، السرعة 89، والباصات 85، بطاقة جدا اسطورية الصراحة يعني، عنده الشوط والدريبل يعتبر شيء خرافي جدا. فيعني هذا بالنسبة للجزء الاول من البطاقات. الجزء الثاني عندنا مثل ما انتم شايفين، فعنا البطاقة الريتنج فيها 88، فعن اعلى طاقة اللي هي الدريبلينج 91، الشوط 91، وعن السرعة 90، والباصات 87، والفيزيكال 77، طبعا الريتنج 88، فبطاقة تعتبر جدا خرافية الصراحة بالنسبة لجريزمان يعني، بطاقة يعني فيها طاقات فيها كل شيء متفجر. فنزلت له نسخة مان اوف ذا ماتش الريتنج فيها 89، فعن اعلى طاقة الشوط 92، والدريبلينج 92، السرعة 91، الباصات 88، والفيزيكال 80، ايضا بطاقة تعتبر جدا كويسة بالنسبة لجريزمان يعني، دريبل وشوط وسرعة يعتبر جدا ممتازين. فنزلت نسخة اليورو اللي كان يلعب يعني منتخب مع منتخب فرنسا، فالريتنج فيها 90، مركزه ار دبليو، فعن اعلى طاقة اللي هي الشوط 93، الدريبلينج 93، السرعة 92، الباصات 89. فنزلت نسخة يعني نسخة ثانية في اليورو، فالريتنج فيها 91، فعن اعلى طاقة اللي هي الشوط 95، شوط خرافي جدا، شوط اسطوري الصراحة، والدريبلينج 94، السرعة 93، والباصات 91، والفيزيكال 83، يعني بطاقة تعتبر اسطورية للامانة يعني. فنزل له بطاقة يورو ثالثة ايضا مركزها ار دبليو، بطاقة لا يعلى عليها الصراحة، فعنده الشوط 96، يعني شوط اسطوري الصراحة، يعني شوط خرافي، يعني ممكن اي تسديدة تجي معك هدف. فعنا الدريبلينج 95، السرعة 94، والباصات 92، والفيزيكال 84، يعني بطاقة تعتبر اسطورية جدا. وطبعا اهم بطاقة نزلت له واقوى بطاقة نزلت له في الالتيميت تيم لغاية الان، بطاقة التيم اوف ذا سيزون في لعبة فيفا 16، فعنا الريتنج 95، عنده اعلى طاقة اللي هي الشوط 97، يعني شوط ممكن تقول عليه اي شيء خرافي، اي شيء ممتاز يعني، يعتبر شيء جدا ممتاز. وعن الدريبلينج 96، دريبل جدا ممتاز ايضا، والسرعة 95، والباصات 93، فيزيكال 85، يعني طاقات الصراحة متفجرة بالنسبة لانطوان جريزمان، يعني بطاقات لا يعلى عليها، يعني شيء جدا ممتاز، واللاعب في تطور مستمر اداؤه، فلاعب جدا ممتاز. فهذا يعني بالنسبة للعبة فيفا 16. ننتقل على فيفا 17 او الفيفا الحالية، مثل ما انت شايفين ما نزل لحد الان غير بطاقة واحدة بس، الريتنج فيها 88 كبطاقة عادية، اقوى بطاقة عادية نزلت له لغاية الان، فعن على طاقة الدريبلينج 87، السرعة 86، الشوط 85، الباصات 78، فبطاقة تعتبر جدا خرافية بالنسبة لجريزمان يعني كبطاقة عادية. فهذا كان بالنسبة لتاريخ جريزمان في الالتيميت تيم. فبشوفكم وصلنا لنهاية الفيديو، اتمنى الفيديو يعجبكم، اذا عجبكم الفيديو لا تحرمونا من زر لايك واشترك في القناة اذا كنت مشترك، ولا تنسى تكتب لي تحت اللاعب اللي نجيبه في الحلقة الجاية، وتأكد انه ما جبناه، فعندك رابط السلسلة تحت في الديسكريبشن، تأكد انه اللاعب اللي راح تكتبه مو موجود فيها. فبس هذا كان عندي اليوم، اشوفكم على خير في فيديوهات جاية، في امان الله.